بكم من جديد. الزيارات العائلية والخلطة الاجتماعية خلال شهر رمضان بتزيد بشكل كتير كبير. هاي الأمور بتسبب أحيانا بنشوء خلافات عائلية قد تكون الأسر المبتدئة في غنى عنها. هذا موجود، هذا الموضوع موجود بيئتنا حتى لو احنا أنكرنا. راح نحلل ونوجد كيفية عدم وجود هذه المشكلات، كيف نحل هذه المشكلات وآلية الابتعاد عنها، مع أستاذة علم الاجتماع في جامعة أبو القاع التطبيقية الدكتور فاطمة أحمد العطيات. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير وعافية وصحة. مبدئيا خلينا نحكي عن البحث من الإيجابي بالموضوع. قديش هذه التجمعات العائلية بين الأسر الممتدة، الروح العائلية المفتقدة إحنا نظرا لسرعة حياتنا في طول السنة، ولكن بتكون لا هذه العائلات موجودة أكثر وأكثر في شهر رمضان المبارك، هذا الشهر اللي بيعم هيك المحبة والإخاء والإنسانية أكثر بيناتنا. أوكي. يعني في البداية كل عام وأنت بخير، كل عام وكل الناس اللي بالقناة بخير، وشعبنا الأردني كله بخير. أمين. بإذن الله. أمين. خلينا نحكي أول شيء عن هذا اللقاء، نعرفه يعني هو لقاء اجتماعي منبعه ديني، يعني خاصة برمضان. إحنا بنحكي عن اللقاءات خصوصا برمضان، أما اللقاءات الاجتماعية طول العام إلها يعني تعريف آخر، تواصل آخر. أما في رمضان هي لقاء اجتماعي منبعها أو مصدرها ديني. ويعني المحرك إلها الفعال هو العامل الديني عند الناس. طبعا إذا بدنا نحكي عن إيجابيات، كل هاي اللقاءات فيها إيجابيات. أول واحدة تجسيد لحاجات دينية، منها يعني صلة الرحم، بر الوالدين، التواصل الاجتماعي، التعاون، تقاسم الشعائر والطقوس الدينية. صحيح. إذا جاز إن التعبير أنثروبولوجيا، إنه في عندنا شعائر دينية اللي هي الصيام، الإفطار، الدعاء، الصلاة. هذا شيء مهم إنه إحنا نتشاركه. كل ما احنا تشاركنا هاي يعني هاي التقاسيم الإنسانية كثير يعني يعني بترجع علينا بمشاعر جميلة. نعم. وطيبة وفيها مودة. نعم. طبعا كمان التواصل الاجتماعي بحد ذاته قيمة عليا، يعني صح. هو التواصل لحاله بدون ما احنا نفكر بهاي الأشياء المحيطة فيه، هو التواصل قيمة احنا بنحققها بزيادة، يعني خلينا نقول بارتفاع أكثر في رمضان. طبعا لابد انه احنا نشير انه هذا اللقاءات هاي هي بتأكد على التماسك والتواصل الاجتماعي، وهذا مهم للبناء الاجتماعي تبع المجتمع. احنا عندنا بناء يعني مكون من فرد وجماعة وعائلة والى اخره. الفرد يعني وحدة هامة في المجتمع، والعائلة وحدة هامة. هلا اذا بصير هذا التواصل بين الافراد في رمضان، معناته احنا اخذنا فرصة تدريبية عالية جدا، عالية المستوى لهذا التواصل وتأكيده وتماسك مجتمعنا وتماسك. نعم. عائلاتنا. كمان في شغلة ثانية انه هذا التواصل هي يعني، وهذا اشي بلشنا احنا نفتقده، اهمية الاسرة. الاسرة يعني شيء هام جدا، يعني المجتمعات الغربية والشرقية الآن بتحدثوا عن. صح. الأسرة. المجتمع الغربي بلش يفقد معاني كثيرة من الأسرة. صحيح. صحيح. وبيدوروا عليها. هلأ إحنا عندنا الأسرة بكل قيمها، مع أنها فقدت كثير من الوظائف تبعتها. صح. بس إحنا لازم نحافظ على ما تبقى من الأسرة وننميه. فهاي فرصة اللقاءات هي فرصة لزيادة التماسك الأسري بين. نعم. أفراد الأسرة. بقصد هون مش الأسرة الزوج والزوجة، بقصد الأجيال. صح. الأجيال داخل الأسرة. صح. الممتدة. صح. اللي هم الأجداد، الأباء، الأمهات، الأبناء. وممكن يكونوا أبناء الأبناء. صحيح. يعني أجيال أربعة ممكن. نعم. يلتقوا بهذا. صحيح. بهذا المجالات. يعني كثرة الاختلاط الأسرية بهذا الشهر تحديدا عم بتسبب مشاكل. ليش عم بصير هون المشاكل؟ هي يعني بدناش نحكي تعبير انها بتسبب مشاكل، خلينا نكون ايجابيين ونقول انها. نعم. فرصة، يعني مواسم اجتماعية للقاءات وللتواصل للاحتكاك وللتراحم. هذا الاحتكاك بجوز لانه احتكاك مباشر. وممكن يكون لا يعني خلينا نقول اكثر من مره متكرر. فبالتالي ممكن يولد احتكاك. نعم. لانه يعني شهر رمضان قيمه عاليه جدا، الدينيه والاجتماعيه والانسانيه. فبالتالي الناس بنحكموا لهذه القيم وبروحوا يعملوا هاي اللقاءات احيانا مش بخياراتهم.
يعني خاصة الزوجات أو الأزواج أو إلى آخره. ممكن إحنا توجهاتنا إيجابية عشان نكون إحنا إيجابيين، إنه إحنا بنحب نروح نزور أبائنا وأمهاتنا ونعمل بر الوالدين والتواصل والمحبة ونلتقي على الأكل وعلى يعني ونعزم بعض وإلى آخره. لكن هو برمضان في شيء من خلينا نقول قصرية، يعني في إشي قصري، إنه الأفراد أحيانا بيكونوا يعني تحت مظلة إنه غصب عنك بدك تروح تعمل لقاء وفطور وتروح عند أهلك وتيجي عند أهلك وإلى آخره. فيعني فرصة الـ يعني خلينا نقول الفرض هي اللي ممكن تولد شيء من الاحتكاك السلبي بين الناس. دكتورة، يعني عدتنا دينا حطت لنا إنه كيف السيدة تكون حكيمة في تفادي هذه المشكلات، ولكن أنا برأيي الرجل له دور كتير كبير بتفادي هذا الاحتكاك وتفادي هذه المشكلات. ففي أقل من دقيقتين، لأنه إحنا يعني الوقت داركنا، كيف دور الرجل ودور المرأة في تفادي هذه المشكلة؟ دائما بحكي إنه لازم يكون هناك أسلوب للتعامل مع مثلا زو يعني ام الزوج او ام الزوجه، يعني الحماي والكنيه، الحماي والكنيه، ولكن الحماي من الطرفين لازم يكون هناك يعني خصوصيه بالتعامل معها. فدور المراه ودور الرجل انا برايي له دور كثير كبير اكثر من دور المراه. اكيد يعني كل الناس الاطراف اللي احنا حكينا عليهم لهم دور ولازم يتعاملوا بذكاء، بس احنا يعني حسب انت ما طلبتي انه بدنا نركز على دور الزوج. دور الزوج يجب ان يكون يتمتع بذكاء اجتماعي. نعم. الذكاء الاجتماعي بيعني انه احتواء كل الاطراف المحيطه اللي هو بيناتها، يعني هو بين الزوجه وبين الام وبين السلفه وبين الاخت وبين الاخت سواء المتزوجه او غير المتزوجه. فهو بالتالي بده يكون حكيم وذكي اجتماعيا بحيث انه يستوعب هاي الاطراف. الاهم من ذلك انه احنا كلياتنا الزوج والحمايه والام والجده والزوجه والام الى اخره، انه احنا نروح لهاي التفاعلات بروح المحبه، ما نروح عليها بروح الغصب وروح الإكراه وروح إنه والله واجب بدنا نخلص منه. ليش ما إحنا واجب بدنا نعمله؟ خلينا نعمله وإحنا منحب بعضنا أحسن ما نعمله وإحنا ما منحبش بعض. هاي واحدة. اثنين، إنه ممكن يكون الحوار المفتوح، يعني على طول أنا هاي دعوة لكل الناس سواء الحماوات الكناين الأزواج إلى آخره، لازم يكون بيناتنا حوار مفتوح للأشياء، ما نراكم، يعني ما نعمل تراكم مرة واحدة الواحد من الأشياء السلبية. أنا زعلان منك اليوم بشغلة بسيطة وبدير ظهري لأنه الواجب أنه أنا ما أناقشك ولا أبلش بيك ولا أعاتبك. لا، خلينا نفتح مع بعض حوار، وهذا الحوار بخلينا نتخلص من كل التراكمات. فبالتالي منكون إحنا صافيين. يعني إذا كانت المحبة موجودة بعيالنا بالفعل إنه دائما نتناقش، إذا مثلا كان هناك موقف ضايقني نتحدث، ما إذا كان الحوار مباشر الحوار هو الحل. صحيح. يعني إذا كان هو الحوار المبني على المحبة دائما، مش الحوار بروح العداوة، مش بروح العداوة والندية. بالضبط. بدي أشكرك الدكتورة فاطمة العطيات، أستاذة علم الاجتماع في جامعة أبو الخاطر، يعني تواجدك معنا على هذه المعلومات القيمة. شكرا.